إلى لبنان، حيث انهارت اليوم 4 صوامع للحبوب على الأقل في مرفأ بيروت، بينهما 2 جزئيا. ويأتي هذا الحادث بعد نحو 4 أيام من انهيار صومعة مهترئة بسبب تكرار اندلاع الحرائق بالمرفأ. كانت الصوامع قد طالتها الحرائق قبل نحو 2 أسبوع في أحدث اندلاع عند الحرائق بالمرفأ، ما تسبب في تضررها بشكل كبير. وحذر مسؤولون عقب الحرائق من إمكانية انهيار جميع الصوامع بالموقع، والتي تضررت في الأساس بشكل كبير عقب الانفجار الكبير الذي وقع قبل 2 عامين وتسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة. ويأتي هذا الحادث في اليوم الذي تحيي فيه لبنان الذكرى الثانية من انفجار المرفأ. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون التزامه بإحقاق العدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت المستندة إلى حقيقة كاملة يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية. وشدد عون في تغريدة له بمناسبة الذكرى الثانية للانفجار على ضرورة محاسبة كل من يتم تورطه في الجريمة، لأن لا أحد فوق القانون. من جانبه قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن ميزان العدالة في لبنان لن يستقيم دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين. وشدد ميقاتي في تصريح له بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت على أنه لا قيام للبنان دون تحقيق العدالة الناجزة مهما طال الزمن. ووصف ميقاتي يوم انفجار المرفأ بالحزين، معتبرا أن سواد هذا اليوم لن ينجلي قبل معرفة الحقيقة الكاملة. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن تطبيق الدستور والقانون هو المسار الذي يوصل حتما إلى العدالة وكشف الحقيقة. وأوضح بري في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار ميناء بيروت، أوضح أن المتضررين من الانفجار هم ضحايا جريمة أصابت كل لبناني في الصميم، مؤكدا الحاجة إلى تحمل المسؤولية الوطنية، وداعيا بالرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم ولكل لبناني. هذا وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية تنكيس الأعلام على القصر الجمهوري في بعبدة. ويحيي لبنان الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت المروع، حيث شهدت لبنان 3 مسيرات اليوم. انطلقت الأولى من أمام قصر العدل، بينما انطلقت المسيرة الثانية من مقر فوق الإطفاء لتكريم فريق الإطفاء الذين قضوا جميعا نحبهم إثر محاولاتهم القيام بعملهم. وانطلقت المسيرة الثالثة من وسط بيروت، كما شهد محيط المرفأ العديد من الفعاليات الأخرى لإحياء الذكرى. يحيي اللبنانيون اليوم الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 230 شخصا وإصابة الآلاف. يأتي ذلك في حالة من الضعف الاقتصادي والجمود السياسي الذي يشهده لبنان، وفي انتظار انفراجة يرجى ألا تتأخر. للمزيد نتابع. عامان مرة على الانفجار المروع بمرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية، تولت خلالهما أحداث كثيرة ترتبت على ذلك الانفجار الذي أحدث خللا كبيرا في حياة اللبنانيين. ففي 4 أغسطس عام 2020، حين وقع انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة نحو 230 شخصا وأصاب أكثر من 6000 آخرين، بقيت صوامع المرفأ حينها صامدة على الرغم من تضررها الكبير. وعقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت في 11 أغسطس 2020، قررت حكومة حسان دياب بعد استقالتها إحالة ملف الانفجار إلى المجلس العدلي. بعدها بيومين عينت وزيرة العدل القاضي فادي صوان محققا عدليا
في قضية المرفأ. وفي 18 من فبراير 2021 قررت محكمة التمييز نقل الدعوى من القاضي صوان إلى قاض آخر بسبب دعاوى الارتياب بحقه، لتعين وزيرة العدل في اليوم التالي القاضي طارق البيطار محققا عدليا، والذي أصر على استدعاء حسان دياب وعدد من الوزراء للتحقيق، إضافة إلى طلبه استواب مسؤولين أمنيين كبارا. وفي أكتوبر 2021 تقدم وزير الأشغال السابق غازي زعيطر ووزير المالية السابق علي حسن خليل إلى المحكمة بطلب لتنحية البيطار، لكن المحكمة رفضت. إلا أنه منذ 23 من ديسمبر 2021 توقف البيطار عن التحقيق بفعل توالي دعاوى الرد ضده. الرئيس اللبناني ميشيل عون قال إن تداعيات انفجار مرفأ بيروت سترفع معدلات الفقر التي كانت 45% قبيل الحادث، بينما أصرت الأمم المتحدة على موقفها بشأن فتح تحقيق دولي بلا تأخير لتحديد مسؤولية الدول والأفراد، ليبقى الشعب اللبناني على ذمة القضية رهنا لمشاكل في انتظار حل سريع وجذري.